التسويق ان شاء الله. لا لا نشوفوه. لا يا غادي. اي اوكي. ولا كابتن عادي. نقدر نجاوبك بكل صراحه، معنا في الفتره الاخيره الكلام الكل يدور على انتقاد النادي الاهلي. في مفاوضات مع النادي الاهلي، لكن انا ناكد لك انه ما فما حتى مفاوضات، ما فما حتى اتصال ما بيني وما بين النادي الاهلي، حتى اتصال رسمي، وحتى مع رئيس النادي ما فيش حتى حاجه رسميه. انا كما قال المدرب اللي انا تو على ذمه النادي الاهلي الصفاقسي حتى لسنه 2018، وكنت حكيت مع رئيس النادي انه خير اني نخرج في شهر جوان القادم، شهر 6، وتكون الوجهه نتاعي وجهه اوروبيه. واذا كان فما حاجه يخيرها هو، فما حاجه تصير ان شاء الله، ربي يسهل فيها. شوف انا قلت جاوبت في الكونفيرونس دو بريس، وهذا الكلام قلناه في الكونفيرونس دو بريس اليوم كما قلناه قبل، انه سي اس اس في البيريود الاخرى إلي برومي في الشامبيونا بلوس، بويسكي لي برومي عنده 7 جوار اون ايكيب ناسيونال ا، 2 جوار اون ايكيب ناسيونال اولمبيك، جونيور في ليكيب ناسيونال اولمبيك نتاع نيجيريا، ايزيكا ليكيب ناسيونال تاع تشاد. الوغ تبدا الجمعية نتاعك الأولى تولي تحت لي بروجيكتور، تولي الناس الكل طالبتها، يبداو لي جوار كل سوليسيتي. لذلك مش نسمعوا، وهذا توقعناه عندنا مدة أنا وسي لطفي، وكان خرج سي لطفي وقال أنه البريود الجاية ما فماش دي جوار ترانسفيرابل، راهو لي جوار سوغون ترانسفيرابل كان شا لا فان دو لا سيزون. وكيما جاوبت قبيلة أنا في الكونفيرونس دو بريس، سي جوار إلا بارتيان أن كرون كلوب، بوتيتر لي جون إل أوبلي كو الالتيرناتيف اللي يحكيو عليها موجودة عنده الملابي، معناتها أنه يخيروا فيه بين الأهلي والنادي الصفاقسي، هو في وضعية مريحة في النادي الصفاقسي ويلعب مع جمعية كبيرة، وجمعية كبيرة هذه ما ينقصها حتى شيء. لذلك السبيكيلاسيون هذوما من شأنهم يمكن بتاتر يضيعوا شوية لا كونسنتراسيون دي جور، مي احنا انا انتيسيبي سيغ سا، استبقنا هذا الكل وحكينا فيه مع الملعبية وحكينا فيه حتى في وسائل الإعلام، وقلنا أنه لي جوار هذوما إلا بارتيانو سي اس اس، كان فما حاجة تاع ترونسفير نحكيو فيها في جوان إن شاء الله. ريمون إلى تابي، سليم محجبي إلى تابي، علي إلى تابي، ما تعرف هذوما دي جوار كي اون دو لا فالور، سينو إل نابارتيان با أو سي اس اس. ألوغ سيغمون إل فون تابي أوز يو دي تكنيسيان، ألوغ طون ميو لوسكيل تاب أوز يو دي زوطخ، سي كو أون أ دي بون جوار والحمد لله.